إذن مشاهدينا الكرام متابعي قناة صافي سيد، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. ارتعينا إلى أن نتقاسم معكم واحد الأجواء جميلة من شاطئ الجميل كرم الضيف نواحي أسفي. إذن هذا الشاطئ اللي كيعرف توافد العائلات من أسفي ومن نواحي من الجديدة ومن سائر يعني المدن المغربية. هذا الشاطئ اللي هو تابع لإقليم أسفي، كاين البعض اللي كيقول بانه تابع لاقليم جديده، ولكن هو الصحيح هو انه تابع لاقليم اسفي. اذا هو تابع للجماعه القرويه اير اللي بدورها تابعه لاقليم اسفي. اجواء رائعه هنا، ارتئينا ان نتقاسمها معكم من هذا الشاطئ الجميل كرم الضيف. اذا نحاول نقرب لكم الصوره هنا، هذه النهايه ديال الشاطئ ديالو من الجهه الشرقيه. إذا هو ما بعيدش عن الوالدية، قريب من الوالدية. ناخذكم في واحد الجولة خفيفة باش تعرفوا على الشاطئ الجميل. كنصح العائلات أنهم يجوا زوروه، لأن فيه البلاصة اللي كيعوموا فيها الوليدات الصغار، لأن هذه المنطقة بحال شي مسبح لا بيسين هنا. إن فيها زعما يعني مقاهي متنقلة للأكل، كاين الشواية هنا ديال السردين، كاين الحوت. إذا مكان جميل اللي بيجي ليه ما يجيب لا غدا لا والو، يجي كل شيء كاين هنا. كاين حتى خيام للكراء وكيحضروا لك كل شيء يعني بالأكل ديالهم. شاطئ صراحة جميل جدا، خصوصا الناس العائلات اللي عندهم الوليدات، فهو كما كتشاهدوا هاد البلاصه هادي بحال يعني ما كاين لا ماج لا والو، بحال بيسين يعوموا فيها الوليدات بدون اي خطر. الناس اللي بتركب على الجمال كما كتشاهدوا معنا. يعني صراحة شاطئ جميل جدا كما كتشوفوا معنا، ما فيش يعني شي مواج ولا شي حاجة. الناس اللي عندهم الوليدات يعني يعوموا هنا بكل أريحية. ذكر أن شاطئ كرم الضيف هو تابع للجماعة القروية أير اللي تابع لمدينة أسفي، إقليم أسفي عكس ما يروج بأنه تابع لإقليم الجديدة. شاطئ جميل محروس
يعني كاين ليميتر ناجور شاطئ كبير كيمتد على مساحة يعني شاسعة. الرمال ديالو ذهبية جميلة. يعني كيبعد على مدينة آسي بحوالي 50 كيلومتر وقريب للوالدية. أما الوالدية فهي مقتطعة عامرة الوالدية عن آخرها. الناس كيفضلوا يجوا لهذا الشاطئ ديال كرام الضيف لأنه صراحة جميل جدا. أما الوالدية مقتطعة عن آخرها عامرة بزاف، ولكن هذا الشاطئ كيكون هو البديل وشاطئ جميل وكيفضلوا العائلات بزاف.